استقبال العراقيين لشهر رمضان المبارك يبدأ من هنا من سوق الشورج التراثي، وهو واحد من أضخم المراكز التجارية والاقتصادية التي يقصدها المتبضعون من كافة أنحاء البلاد لشراء ما تحتاجه المائدة الرمضانية العراقية الغنية بأكلاتها المتنوعة. الأصوات الصاخبة هذه تمثل هوية السوق المزدحمة، ولا سيما خلال الشهر الفضيل. جاي تشتري اليوم حاجة؟ والله أنا جاي أشتري كركم وعسل دا أشتري، ودا أخذ عنبهم كذلك، وكاري دا أخذ لأن موصينا همينة كذلك. إي والله رمضان نستعد لنشتري هالموجود بالسوق ونتبضع اللي نحتاجه أكثر من اللازم يعني. رائحة التوابل التي تستقبلك على بعد أمتار هي وجهة ربات البيوت العراقيات لما تتميز به من نكهات فريدة. توابل بهارات يعني تعرف مال الدولمة، البهارات الطرشي، المقبلات، هاي الشغلات في العراقيين ذواقة. احنا شعب ذواق فنحب يعني هاي الشغلات، وتعرف احنا تراثنا ينجمع برمضان. عندك الهيل، عندك يعني فالشغلات كلش حلوه عندنا مميزه، عندك الاسكنجبيل مالتنا، الطرشي. هي مناسبه يتعلق بها العراقيون منذ القدم، يحيونها على طريقتهم، فللسوق نكهه نفسيه وللموائد نكهات. هكذا يبدا شهر رمضان المبارك ولا ينتهي بالطقوس الاجتماعيه والروحانيه المميزه. محمد الفهد، بغداد، الميادين.